يختلف معنى الروقان من شخص للثاني، والجلسة الحلوة والإطلالة المثالية اللي أنا قاعدة أستمتع فيها حالياً كانت بالنسبة لي حلم وتحقق، وهي أكيد حلم لكل غواص. كيف لا؟ إذا المكان اللي أنا فيه يعتبر أعمق مسبح في العالم. بس دقيقة، قبل ما أخذكم جولة بهالمكان الغير عادي برجع لورا شوي عشان نبدأ الرحلة من أولها. ورايا هنا طاولة شطرنج وسيكل وطاولة بلياردو وأشياء مرة كثير. هالأشياء كلها مو موجودة في الهواء الطلق، هي في الواقع موجودة جوا الموية في مسبح. مسبح عمقه 60 متر، وأنا كثير متحمسة أني أجرب هذه التجربة، لأنها بكل بساطة حلم كل غواص، سواء قاعد يغوص غوص حر أو غوص سكوبا. وأنا متحمسة جدا أني أخذكم معي، فخلونا نروح. لما دبي أنشأت أعمق مسبح في العالم، ما كان الهدف محصور في أنه يكون مسبح عميق وبس، لأنه هذا المكان مميز على عدة أصعدة: مركز للغوص، عصري، مجهز بكل المعدات. رح يرافقنا في الغوص مدربين شرحوا لنا إجراءات السلامة وتكلمنا عن الأشياء اللي رح نشوفها في الأسفل. زاد حماسنا للتجربة أكثر وبدأنا نستعد. هذا المسبح معبى 14 مليون لتر من المياه، ما يعادل 6 مسابح أولمبية. المياه فيه عذبة، وفي مركز تحكم بيثبت درجة حرارة المياه ونقائها. وفي داخل المسبح في 56 كاميرا موصولة على نفس مركز التحكم، يعني لو أنا ضعت تحت من الحماس بيعرفون كيف يلاقوني. أخيراً جاء الوقت وبدأنا ناخذ خطواتنا للنزول. خطوة أخذتني لعالم ثاني، عالم من الخيال. تصميم هذا المسبح مبهر، هو عبارة عن مدينة غارقة، فهي مدينة بتفاصيل لا تصدق. هقول لكم ليش. كل زاوية أو حجرة لها طابع مختلف وديكور وإضاءة. إنه في أكثر من مكتبة، إيه سمعتوني صح، مكتبة، رفوف فيها عشرات الكتب. أما عن وسائل الترفيه بهذه المدينة اللي عمقها 60 متر، فرح تحتار بإيش رح تبتدي. عن نفسي بدأت بتجربة لعبة البلياردو، وكان المستوى واضح من البداية. يعني نقدر نقول إن اخترعت قوانين الخاصة. قلت أروح للشطرنج وأخذت الموضوع بجدية أكبر هالمرة، وكان في بعض المشاحنات والاعتراضات. ترى الغواصين لهم طريقة في التواصل تحت الماء. المهم ما قدرنا نكمل لأنه ما في وقت ورانا تصوير.
وأنا في قمة استمتاعي بالتجربة لقيت تليفون عمومي وقلت خليني أكلم زميلي علي وأعزمه يجي يجرب التجربة لأنها ما تتفوت. لكنه قال أنه مشغول يتفرج مباراة بعدين بيروح الجيم، لكن أنا متأكدة أنه بعد ما يشوف التقرير المرة الجاية علي بيجي قبلي. من الأشياء اللي أبهرتني الأشجار الضخمة واللي أعطت للمكان جمال مختلف، كنت دايم أوقف جنبها كل ما ننتقل من مكان للثاني وأتعجب من إتقان التصميم وكأنها أشجار حقيقية من صنع الطبيعة. وركوب سيارة فارهة كان أيضاً له نصيب في هذه التجربة الاستثنائية، يعني وين ممكن الواحد يركب سيارة في هذا العمق ويستمتع بتجربة غوص ويتصور بعد؟ حقيقة كل زاوية في هذا المكان العميق بالنسبة لي كانت مفاجأة. رح يوفر هذا المسبح تجارب الغوص الحر وغوص السكوبة ودورات تدريبية لكل المستويات تحت إشراف فريق احترافي، وإذا كانت أجواء الطقس تشكل عائق أمام الغواصين حول العالم فهنا في هذا المسبح رح يقدر الغواص أنه يمارس شغفه ويتعلم أسرار الغوص ويطور من أدائه طول 365 يوم من السنة. كل هذا في بيئة استثنائية خيالية ويعيش مغامرة ما رح يقدر ينساها طول حياته. تغريدة الهواش MBC.